كان كباك وبدا يضرب فيك ستريس والتخمام من توا ومازلت ماكش مستوعب اللي القرايه رجعت واللي انت باك، جبت لك الحل اللي باش يسهل لك الثنيه ويضمن لك احسن واقوى بدايه تخليك تخدم مرتاح على طول العام. اي نعم، معاد باك اب الموجه لجميع شعب البكالوريا في الثلاثي الاول بمميزات استثنائيه. ما عليك كان تشترك في العرض وتلقى الكنز هذا قدامك. على خاطر كل ما تحتاجه تلقاه موجود في الحساب متاعك بطريقة واضحة ومنظمة. لهنا على اليسار تلقى الماتير متاعك اللي وفرهم لك لوفر. يكفي أنه تختار المادة اللي تحب عليها، مثلاً نجم تختار درس الرياضيات وتدخل للنومبر كومبلكس. هكا تلقى الكور، التمارين والتلخيص، طريقة تسهل لك الخدمة وتحسن لك من مستواك. كما تنجم تتعرف على مواعيد الحصص المباشرة، وهكا يبدأ عندك جدول واضح وتقسيم منظم للمواد اللي باش تقراهم كل يوم. مش هذا فقط، ميزة أخرى مهمة برشا واللي هي الفوروم. كان عندك أي سؤال أو استفسار نجم تخليه وتتناقش فيه مع أساتذتك وأصحابك زادا. ما لفش تستنى بعد اللي شفته توا. ما زلت ناوي تضيع الفرصة من بين يديك؟ سجل في باك أب وخليك أب تو ديت وحاضر للمواعيد الكبيرة. تقي أكاديمي، تهنى على قرايتك.